السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بمتابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود. إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة ورشاقة وراحة بال. عملنا النهاردة كريب الشوفان باللحمة المفرومة للدايت، وصحي جدا للأطفال. احنا عارفين في الدايت الواحد بيكون زهقان من الأكل، فلازم نغير ونعمل أكلات تساعدنا على إن احنا ما نزهقش. ان شاء الله تجربوه، مقاديره متوفرة جدا في البيت. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم. وجبة غذائية متكاملة فيها كل العناصر، لو احتاجنا بس ناكل معاها طبق سلطة والف هنا. معانا بيضة، نص كوباية حليب خالي الدسم، دي شوفان نص كوباية تقريبا، مش هنحطها كلها، هننزل بالتدريج. ملح وفلفل اسود، دول للكريب. الحشوة لحمة مفرومة متعصجة وفلفل الوان، او ممكن تعمليها بقطع الفراخ، ممكن تعمليها باي حشوة انت تفضليها، او جبن، كل واحد الحاجة المتوفرة عنده والحاجة اللي يحبها. دي الشوفان دوت احنا بنجيبه الشوفان العادي وبنطحنه في المطحنه، ده افضل حاجه، ده حاجه مضمونه، مش في مطحون جاهز بيكونوا ضايفين له دقيق ابيض. هنحط دلوقتي نص كوبايه اللبن، وهنحط البيضه والملح والفلفل. لو احنا عايزين نعمله حلو ممكن نحط فانيليا بس، ونحط سكر، سكر خالي، سكر دايت او عسل ابيض. دلوقتي احنا هننزل بالدقيق معلقتين معلقتين، مش هننزل بيه كله مرة واحدة، لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، ونقلب. بص القوام لسه سائل، هنحط تاني. طبعا دي الشوفان كل ما بيقعد كل ما بيمتص السوائل، احنا هنحطه وهنسيبه 10 دقايق برضو لحد ما نشوف القوام بتاعه عامل ايه، ولو جينا نشتغل فيه ولقيناه ان هو تقل ممكن نخفه بشوية لبن. بص كده وصلنا للقوام اللي هو شبه سائل، مش عايزينه تقيل. هنحط كده طاسة تكون سخنة، وندهن دهن الزيت خفيفة كده بالفرشة، وناخد كبشة من الخليط ده ونلف بيه الطاسة كده. ونسيبه بقى ياخد لون من تحت كده من الجناب، ان هو اي مستوي اكيد هيكون لونه اتغير من تحت. نحاول نقلبه بس بالراحة. بصوا ما شاء الله، عشان اللي حابب ياخده كده من غير حشو خلاص كده. احنا دلوقتي هنحط له اي حشوة زي ما قلت لكم، كل واحد يحط الحاجة اللي هو بيحبها. اللي حابب يحط زيتون، عشان بقى الحشوة دي تمسك لازم نحط معاها قطعة جبنة، قطعة جبنة موتزاريلا. وناخد ونقفل بس كده عليها، بس نشوف نتأكد ان هو استوى كده من تحت. نقلبها كده، نقفل الجنب ده على ده. هي دهنت فرشة الزيت اللي احنا دهناها، ما حطيناش عليها حاجة تاني، ونسيبه ياخد اللون ونقلبه ياخد اللون من الناحية التانية. خد لون كده من تحت، نبدأ بقى نقلبه. ونسيبه ياخد لون من الجنب التاني. ده شكله كده، طعمه حلو وريحته جميلة، وممكن نغير اي حشوة نحبها. ان شاء الله لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم.